أعرب أعضاء مجلس الشورى عن بالغ شكرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وأثنى أعضاء المجلس على ما حمله الخطاب السامي لجلالة العاهل المفدى من مضامين مهمة من شأنها الدفع بمسيرة العمل الوطني إلى مزيد من التقدم والازدهار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة العضو وأهلا بك في نشرة الثامنة. ماذا تمثل لكم في السلطة التشريعية الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وخصوصا ما أكد عليه جلالة الملك المفدى من دعم لأعمال السلطة التشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باستقراء خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، نجد أنه تضمن عدد من المحاور ذات الصلة بالشأن الوطني والإقليمي والدولي. وعلى المستوى الوطني تحديدا جاء في الخطاب ما يدعونا إلى الارتكان في تحقيقها، إلى التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمواطنين في أهمية البناء على ما أنجز، والثناء حقيقة بما قامت به الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الله يحفظه وفريق البحرين الوطني في تقديم الخدمات والبرامج والمشاريع ضمن آليات مدروسة ومبنية على مبدأ الشراكة والتشاور. المرحلة المقبلة تتطلب منا أن نعمل أيضا على ضرورة دعم التشريعات الاقتصادية التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه، لأنها تعتبر حقيقة أهم ركيزة لتيسير ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وعوائده، وتشجيع أيضا المبادرات من جانب أصحاب الأعمال، وخاصة أن المبادرات المتنوعة المصدر راح تنطلق منها أفضل الخيارات، فتوسيع قاعدة المبادرة والمشاركة للأخذ بها راح تكون أيضا لها رؤاها المتعدد من منظور مختلف. راح نعمل أيضا على أن تكون عندنا مواصلة في تحقيق أفضل الممارسات والتطبيق في مجال حقوق الإنسان، الانفتاح أيضا في مجال القانون الجنائي والنظام العدلي من حيث أن نأخذ في اعتبارنا مسألة التأهيل وتطبيق متقدم قضائي بشأن العقوبات والدمج في المجتمع، التشريعات ذات الصلة طبعا بحماية البيئة والصناعة وعلوم المستقبل. نعم. أيضا راح تكون من ضمن أن إحنا يابد أن نعمل على التوافق مع الحكومة بشأنها تشريعيا وكتدابير وآليات. نعم. العمل طبعا على الاستمرار بما يسهم ويسند تقدم المرأة البحرينية، واحنا فخورين جدا ان من خلال مبدأ التشاور والتنسيق بناء ايضا على توجيهات صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة هناك كثير من الامور بنيناها كمبادرات بناء على التشاور مع المجلس الأعلى للمرأة. نعم. التأكيد على مسألة الانتماء الخليجي كمبدأ دستوري راسخ واللي تنتهج مملكة البحرين يجب علينا أيضا كمشرعين أن نلتزم به على المستوى الدولي، أن يكون عندنا أيضا تعاون في مجال مكافحة الإرهاب ويكون عندنا تعاون دولي بشأن خاص ما يمس المياه الإقليمية للخليج العربي. كل هذه الأمور إن شاء الله راح نلتزم فيها ويكون مبدأنا فعلا توسيع نطاق الشراكة والتشاور. وختاما يعني نسأل الله عز وجل دوما أن يديم على مملكة البحرين الرفعة والتقدم في ظل قائد مسيرتنا جلالة الملك وإسهامات أبناء الوطن اللي خصهم جلالة الملك في الشكر والثناء كشريك أساسي لبناء هذه البلد. اللهم آمين. سعادة سيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.